ما نستخدم صيغة الدولة على قضايا خاصة، إنما نستخدم صيغة العائلة. حين قطع صدام ذراعه بعشيرته، كانت عشيرة صدام حسين تتصارع بينها على المناصب، ويستخدم كبارها القتل والزواج للتقرب من رأس السلطة، حتى ظفر به حسين كامل بعد زواجه من رغد رغم رفض إخوة صدام الذين أرادوها لأبنائهم. أكو قضية شخصية عائلية، برزان أخي اعترض على أن أزوج بنتي لحسين كامل. كانت رغد لها علاقة بحسين كامل قبل الزواج. فنعم حبني وحبيت، صحيح سرا طبعا. والدتي كانت تعرف. وصار حسين وزيرا للتصنيع العسكري ومسؤولا عن البرنامج النووي في العراق، إلا أن عام 1995 جاء بالصدمة، حيث هرب حسين إلى الأردن وانقلب على صدام. العمل سيكون من داخل العراق، المساحة العربية هي كلها ستعمل أيضا للإطاحة بالنظام الحالي الموجود. السبب الأول بهروب حسين كان خلافه مع عدي وأعمامه، وهو ما أشارت إليه رغد. بعض الأفراد أثروا على اتخاذ هذا القرار في تأجيجه. نعم. قد يكون القرار من الوالد 100%، قد يكون جهات أججته. لكنه حصل على عفو من صدام، عاد به إلى العراق، وبعد 3 أيام فقط قتل حسين في منزله بجيش اشترك به عدي وعلي حسن المجيد وعشيرة صدام. بس دعمي قبروا عليه، اذبحوه بليلة، أنا واحد من أجل. عرف حسين كامل عند العراقيين بحادثته الشهيرة أمام مرقد الإمام الحسين بعد ضرب قبته الشريفة، حين وقف وقال: انت حسين وانا حسين.